صباح الخير. أولا، بما إنه موضوع إنه نتفليكس شغل فرنساوي ده الحقيقة كان اكتشاف بعد ريسيرش مطول عملناه وفرق معانا فرق كبير، فأنا حبيت أقول لكم إزاي تعملوا القصة دي. طيب، الموضوع باختصار هو إنه أولا لازم تعملوا ده من على كمبيوتر، ما ينفعش من على التلفزيون. بتدخلوا على نتفليكس عادي، وبعد كده تيجوا هنا أهو في الحتة اللي هي فيها السيتنجز، تختاروا أكاونت، تمام؟ وبعد كده بتختاروا من الاكونت اللي انتوا عايزين تغيروا فيه تخلوا فيه فرنساوي افيلبل. ممكن تعملوا اكونت سيبريت للاطفال غير الاكونت بتاع الكبار او وات ايفر، دي حاجه ترجع لكم. بعدين بتيجوا هنا اهو بتعملوا تشينج وبتختاروا الفرنساوي وبنعمل سيف، تمام. هتلاقوا ان اللغه نفسها بتاعت الكلام اتغيرت للفرنساوي بالطريقه دي، وهتلاقوا انه ابتدى الكلام اللي بيشرح الحاجات كلها تبقى بالفرنساوي. ولو دخلتم بقى على أي حاجة من الحاجات اللي عايزين تتفرجوا عليها أهو، هتلاقوا أهو هنا بالإنجليزي. أوكي، لما تيجوا بقى تغيروا اللغة هتلاقوا ظهر لكم فرنسي، تمام. الفرنساوي ده ما كانش موجود قبل كده لانه ما كانش بيظهر اصلا، لان هو ما كانش بيعتبر ان الفرنساوي لغة انتوا عايزينها. بس تمام. الظريف بقى كمان ان انتوا هتلاقوا انه في حاجات كتيرة قوي ظهر فيها فرنساوي ما كانش موجود قبل كده. يعني بصوا، هتلاقوا مثلا ده اهو بقى موجود بالفرنساوي، برضو ظهر فيه الاوبشن بتاع الفرنساوي رغم ان هو ما كانش موجود قبل كده. دي من ضمن الحاجات مثلا اللي عادل بيحب يتفرج عليها. بس حتى هتلاقوا في بي جي ماسكس هتلاقوها موجود بالفرنساوي، هتلاقوا حاجات كتير قوي. يعني لو بصيتهم على الحته اللي هي فيها الفرنساوي بس، قولوا لي لو واجهتكم اي مشكله. طبعا لو قفلتوا من الكلام ده وفتحتوا بقى دلوقتي على التلفزيون هتلاقوه اوريدي اتحول للفرنساوي برضو، وتقدروا تغيروه للانجليزي از يو جو، ما فيهاش اي مشاكل يعني. بس I hope this helps يعني.